ملايين الناخبين الأمريكيين يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، وحظوظ المرشحين تبدو متقاربة. الأمم المتحدة تتغافل عن معبر اليعروبية وتمدد اعتماد معبري باب السلامة والراعي شمالي سوريا للمساعدات. الأمم المتحدة تعلن إطلاق استراتيجية التعافي المبكر في سوريا ما بين 2024 و2028. إعلام الحكومة السورية يعلن تعرض مدينة القصير بريف حمص لهجمات إسرائيلية وسط أنباء عن إصابات. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان، وحزب الله يعلن قصف مواقع بشمال إسرائيل. طهران تعلن وفاة الإيراني الألماني جمشيد شارمهت قبل إعدامه، وتدهور الوضع الصحي للناشطة نرجس محمدي.